بسم الله الرحمن الرحيم. معك شباني الحي. أرباب ومستغلين وسائقين سيارة أجرة بعمالة سكان أيت ملول شير جهادية بسين فيها. أجواء ديال العيد أخويا هاد العام أش غنقول لك؟ أجواء ديال العيد داكشي اللي كنا مولفين في العيد 15 يوم و20 يوم كان الناس كيخدموا والناس فرحانين وغاديين، الناس كلهم اش غنقول لك فواحد اكتئاب ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المواطن راه واك الله صاع وهاد الناس راه ما كاينينش، وهاد الناس تا هاد الحواله اللي جابوا اللي عطاوهم 500 درهم ولا داكشي كان سمعوا في الاذاعه عطاوها زادوا الشحمه في ظهر المعلوف باش يعطوها للمواطن ديريكت. راه عندهم مقدمين وعندهم الشيوخ عارفين شكون اللي كيستحق وشكون اللي ما يستحق. هاد الناس راه هاد الشيء راه ماشي معقول، وهاد البلاد صحاب الشكوى راه هما اللي دايرين الفضيحه فينا باش نكونوا عمليين. نعم الثمينه ديال المحطه شي شويه شي زياده ان ما يمكنش لك يديه هو ويرجع خاوي، راه شي حاجه ما يقبلها العقل شيء. دابا الثمينه مطبخه على حذافيرها ما ينقصوش، ماشي بحال الامور العاديه باش يديك حتى هو وانت وياه. دابا الامور غاديه زعما ما كاين شي اثمنه اللي هي 10 دراهم 5 دراهم، راه ماشي شي حاجه حتى هي للمواطن، ولكن اللي عنده 4 دراري و5 دراري راه لا غالبه لا اله الا الله. ما اش غنقولوا هذا الشيء هو خويا، والمازوت قهر كل شيء صراحه. هي باش ما استفدوش الناس من الدعم ديال المازوت، وهذا العدم اللي عطاونا هادو مثلا كانوا يعطوا هذيك 4 دريال مثلا ويعطوهم والو. هاد الناس راه ما عطاو والو، مثلا كاين والو هاد الناس يلاه كيديروا في الشكاير ديالهم باش نكونوا عمليين. ما كاين والو، ما كاين 3 شهور هادي ويعطوك شهر وينقصوا لك شهرين ويدوا لك شهر ويعطوك شهر كيدخلوا لك شعبان في رمضان. راه ماشي هو هذاك المواطن اللي كيسمع. دابا المواطن اللي كيسمع الدعم راه يسحب هو الدعم هذا النقل. النقل عطاوهم هذيك الشويه راه قطعوا عليهم داك الشيء، ما تلا كاين والو، ما سكتوا ما قالوا لا كاين ولا ما كاين ولا حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو. هاد الساعه ما كنشوفوا المحطه خاوي من الداخل وبرا. علاش المحطه؟ على حسب هذوك الفراشه هما اللي الكراس كما قلت لك. السلطه خوات علينا اصحاب الكراس خلاتهم. هاد الناس راه ماشي معقول، واخا هما مواطنين حتى هما واكلين العصا، ولكن راه حنا عقدوا لنا الامور الخدمه ما خلاوها شيء تمشي هي هذيك. هادشي المراقبه اللي كتراقب هنا وتسير مراقبه خاصها مراقبه اخرى. كل واحد راه خص كل واحد خصهم يراقبوه، راه هذا هو المشكل. هذه هي بلادنا هكا دايرين، لا حول ولا قوة الا بالله. شنو غنقول لك؟ واش ديال العيد اجواء ديال العيد بحالنا ما كاين لا عيد لا والو، الجو عادي والو ما كاين لا والو، ما كاين لا يقبل لا والو. القضية لا أثمنة مناسبة، الثمن مناسب، ما كاين زيادة، ما حتى السوبليمون اللي كانوا تزيدوا، حيت كنا الزيادة كتكون في السوبليمون. يعني الكار اللي كيمشي مثلا عامر الكار اللي كيمشي عامر وتيرجع خاوي، فهاد الشيء اللي فات كنهضر على السنوات اللي فايته. ماشي كتكون الزيادة، كتكون مثلا الكار غادي مثلا من هنا لفاس مشارجي غادي يخوي فاس ويجي خاوي، كتكون عنده واحد النسبة ديال الزيادة قانونية كتفهمتي، حيت كيرجع خاوي. دابا هاد العام ما كاينش سوبليمون، ما كاينش، يعني الكيران ديال لالين هما اللي خدامين الكيران. المواطن نوريك علاش كيتشكى المواطن. المواطن دابا مثلا انا مواطن مولف كنمشي للضربي دابا مثلا ب 100 درهم على دور العام، من طبيعة الحال ملي كنجي نلقى مثلا 2400 ريال ولا 2600 ريال غادي نشكي غنقول راه كاينه الزيادة، لأن هو ما وين هي ماشي زيادة. حيت شنو هي الزيادة؟ ملي كتجاوز الحدود في الطريفة ديالك اللي هي قانونية، أنت عندك واحد الطريفة بحال دابا الرباط كاينة 150 درهم من الرباط ديما، عاد 150 درهم بحال الشتاء بحال الصيف بحال ديما 150 درهم هي القانون الطريفة. وإنما ملي كيكون الترانسبور ميت كنديو للرباط 100 درهم. وشنو ملي يجي العيد تدي 100 درهم وعندك في الطريفه 3000؟ ها؟ ها؟ انت عندك في الطريفه ديالك 150 درهم والعام كامل العام كامل العام كامل وانت خدام 100 درهم، ويجي العيد تا هو تخدم 100 درهم وانت عندك في الطريفه ديالك 150؟ هذا من طبيعه الحال الانسان ملي كتزاد عليه شي حاجه كيسميها هو زياده، كيسميها باللي راه انت زدت عليه، وين الزياده راه ما كايناش زياده. المعاناة اللي كتعانيو نتوما كسائق؟ المعاناة اللي كنعانيو كنعانيو مع الطرق. إيه خاصنا الطرق بزاف في البلاد، خاص البلاد خاصها الطرق. صافي هذا هذو هما الحوايج دابا اللي باقيين عندنا خايبين، الطرق شويه ناقصين عندنا في البلاد، خاصنا مازال مزيد ان شاء الله. وما خليت حتى قنت، ما خلينا حتى قنت، ما خلينا فاس، ما خلينا وجده، ما خلينا الرشيديه، تندراره، بوعرفه، بودني، فيقيق،
المهم حتى كان جميع سميتو جميع المدن عرفتي السائق جوال. رسالتك اليوم للسائقين المتهورين، رسالتي للسائقين تنقول للسائقين المهنيين اللي دخل لهذا الدومين يدخل ليه بالكرامه وبالشرف ويحترموا، لانه هو دومين شريف دي وبنادم واحد الدومين تاكل فيه الخبز دي خصو يحترموا، وبنادم اللي فيه سوق يسوق بالعقل ونتمنوا السلامه. السائقين كيشربوا ويكلوا ويصوموا. لا هادشي ما بقاش، هادشي ما بقاش، هادشي كاينين بعض السائقين كيشربوا وحاشاك ماشي رجال، كاينين السائقين بحال العيالات، كاين الشيفور كتلقاه كيضرب الفولا، حنا والدينا شوافر، انا بضرب 50 عام حتى شيفور فهمتي، وما عمرنا شفنا حنا داك الشيء اللي علاش ربانا حنا، ما لقيناش ولاد حتى شيفور ولاد الشوافر ما لقيناش فيهم هذا الفعل باش تربينا حنايا. بحال اش تربيتو؟ تربينا حنايا ولاد ترونسبور ولاد الكيران ولاد هذي ولاد عائله محترمه بصح، شي واحد حنايا راسنا عريان، حنا ربانا جدنا وعائلتنا وتريكتنا فهمتي؟ كيكونوا بعض الناس هنا كينصبوا على الناس، اش غاتقول لهم؟ هذوك نصابه، هذوك نصابه كاينين هنا في المحطه، كورتيه نصابه، كاينين كورتيه نصابه ماشي رجال كيطفلوا على الحرفه، كيبغيو مثلا كاين واحد السيد انت بحال وجهك هنايا موقعين بهذه المحطه هذه فهمتي، وهاد الناس هذوك كي فهمتي داير المحطه بحال دارو، ما كيبغيش كاغط يطيح فيها، وكاينين الكورتيه كاينين بو الزبال فهمتي، كاين شي حاجه عيانه ما عمرها شافت 100 درهم ما عمرها شافت 1000 ريال، من كتدخل المحطه كتصور 400 في البلاصه 300 في البلاصه، يقدر يدي الصرف لشي واحد كدا هادي، الرئيس ديال المحطه الله يجازيه بالخير والناس اللي معاه زعما بكل صراحه، هذوك الناس واقفين في هاد الحوايج كيشوفوا كاع بنادم خصو الصرف وداه ليه شي واحد كيقلبو ما كيلقاوش كيخلص من جيبو. البارح التقليد كيديه الله سبحانه، البارح صيفط 4 البلايص ولا 5 ما عندهم حتى ريال في المحطه، صيفطهم الرئيس ديال المحطه تخلص عليهم، كيران عامرين ما كاين حتى شي واحد اللي غيديهم، تعطيهم 1000 درهم للبلاصه حتى واحد ما غيديهم، العواش راه غادي لبودني، شكون هذا الكار اللي غيمشي لبودني مع تسعود اللي هنا شوافر، حنا ماشي غادي نتسناو واحد كان في كروسه داير بيرمي ولا شيفور ديال الكار غنحسبوه شيفور، حنا ما غنحسبوهش شيفور، مول الكروسه مول الكروسه فهمتي، شيفور شيفور. شكرا رسالتك الاخيره فهمتي، الرساله ديالي الاخيره وهي الرئيس ديال المحطة راه مزيان عواش المبروكة، وهاد السيد هذا اللي في هاد المحطة ديال إن زكان، كنهضرو على إن زكان ماشي أكادير، حنا راه ولاد أكادير ولاد إن زكان فهمتي، والمخير كيعرفنا حنا، راه عطينا روسنا مع أول خطرة كنهضر مع شي كاميرا ولا شي فيديو فهمتي. الرئيس ديال هاد المحطة هذا بلا مجاملة بلا طمع بلا خوف بلا والو دير أكثر من جهدو، وهذوك الناس داكشي اللي كيخسرو ما كيصوروش في هاد العيد، على ما شفنا حنا وشافوا الناس، والمخير المخير المخير هنا في المحطة الطرقية في إن زكان